حاجة حلوة يا رب على حضراتكم. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح البلد، معانا فقرات كتير متنوعة، بس قبل ما أقول لكم أي حاجة خلوني في الأول أصبح على داليا. صباح الفل يا داليا. صباح الفل يا نهاد، يومك حلو يا رب إن شاء الله. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدى البلد. إن شاء الله نكون مع حضراتكم من الساعة 8 للساعة 10، عندنا فقرات كتير ومتنوعة ومختلفة إن شاء الله تعجب حضراتكم. وعايزة أفكركم دايما تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا اللي بتظهر أسفل الشاشة. خلينا كده نبدأ حلقتنا النهاردة بحاجة مختلفة، نبدأه بسؤال. يا ترى لو تخيلت كده أو لو جات لك فرصة إنك تكون في منصب قيادي، تفتكر هتنجح؟ طب لو عندك طموح في يوم من الأيام إنك تكون مسؤول كبير أو وزير؟ أعتقد إن الأسئلة دي بقى سهل جدا الإجابة عليها في بلد بتحترم عقول أبنائها زي بلدنا أم الدنيا مصر، بلد حريصة على إن الأجيال اللي جاية تاخد فرصتها لأنهم هم اللي هيشيلوا البلد ويبنوا مستقبلها. ولما بنقول الأجيال اللي جاية فأنا طبعا بتكلم عن جيل البنت فيه بتاخد فرصتها زيها زي الولد بالظبط. والنهاردة بنقول كده بعد المبادرة الرائعة، وهي مبادرة فتيات في أدوار قيادية واللي بتتنفذ للعام الثالث على التوالي. والهدف من المبادرة دي دعم الفتيات وتمكينهم وتشجيعهم على تولي أدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مبادرة رائعة حقيقة، وفعلا بتغير صورة المجتمع عن الفتاة والمرأة. يعني اعتقد يا نهاد كده المبادره دي وانت بتتكلمي عنها والناس بتتفرج عليها تحس ان الشباب كده عندهم امل، والبنات وهم صغيرين هيحلموا في يوم من الايام ان هم ممكن يوصلوا للمنصب ده. طب وليه لا؟ عاوزه اقول لكم ان المبادره دي فيها بدات من 3 سنين اللي فاتوا، تقلدت فيها 27 فتاة وشابة مصرية من سن 14 ل 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء لمدة يوم كامل. وده طبعا في رسالة من كل الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات في المساواة والقيادة. خلال يومين اللي فاتوا شفنا أكتر من صورة جميلة جدا لبعض الفتيات اللي تقلدوا منصب وزيرة، ومنهم كمان كان في بنوتة اسمها نجلاء، واللي حرصت الحقيقة دكتور ليفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على دعوتها لتقلد المنصب لمدة يوم واحد، وده كان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة. عايز أقول لكم كمان شفنا امبارح إن لوجين محمد الفتاة اللي تقلدت منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمدة يوم برضو، من ضمن المبادرة اللي بتشجع الفتيات إن هم يكملوا نحو المستقبل ويقدروا ان هم يحققوا كل احلامهم. البلد بقى فيها امل كبير قوي، والبنات من حقها تحلم. اكيد اكيد يا رب كل البنات وكل الشباب بيقدروا ان هم يحققوا احلامهم. اتمنى يا رب ان شاء الله. بدانا بدايه حلوه اهو، ادينا امل للناس. يلا بينا الفقرات. اكيد يلا نقول فقراتنا ونقول لكم فقراتنا ايه النهارده. عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله.